بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 43. موضوع حلقة اليوم موضوع جميل ولطيف، العهدة الوطنية. قد يبدو العنوان غامضا، قد يبدو غريبا، لكن دعونا نتدبر. في تاريخنا عرف ما يسمى بالعهدة العمرية. هل سمعتم بهذه الكلمة؟ العهدة العمرية كتاب كتبه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لأهل إيليا القدس عندما فتحها المسلمون عام 638 للميلاد. أمنهم في هذه العهدة على كنائسهم وممتلكاتهم، واعتبرت من أهم الوثائق في تاريخ القدس. مما جاء فيها هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء القدس من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم، ولا يسكن بإيلاء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن، إلى آخر ما جاء في هذه العهدة. وقد شهد عليها خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، شهد عليها 4 شهود عدود من المسلمين. ما أشبه الليلة بالبارحة. في مجتمعات تشهد تعددية وطنية ودينية وسياسية وعرقية، يحتاج أهل الإسلام وهم يخاطبون الناس بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى الإقرار له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وإلى البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، هذه الدعوة الدينية. لكن ماذا عن الدعوة الوطنية؟ أن يعيش الناس في وطن واحد، أن يتعايش الناس في وطن واحد على تعدد مللهم وعلى تعدد نحلهم وعلى تعدد أعراقهم وأجناسهم وألوانهم. النبي عليه الصلاة والسلام سبق هذا بصحيفة المدينة، ثم جاء بعده عمر بالعهدة العمرية، ونحن نأتي اليوم بما يسمى بالعهدة الوطنية. ماذا نقول للناس ونحن نعيش في مجتمعات تعيش تعددية سياسية دينية اجتماعية حضارية لغوية عرقية جمعتهم مظلة وطن واحد؟ كيف يتعايشون
وما هي إشارات المرور اللي تمنع التصادم. نحن جزء من أمة الإسلام، هذه هويتنا، جزء من أمة الإسلام في باب الديانة، جزء من المجتمعات المعاصرة في باب المواطنة. لا نرى تناقضا بين الولاء الديني والانتماء القومي ما دام عقد المواطنة لا يشتمل على تجريم للتدين أو مصادرة للحق في ممارسة شعائر دينه أو الدعوة إليه. المواطنة لحمة أو رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم، سواء أتم اكتسابها بالتجنس أم بحكم الميلاد. ميثاق على البر والقسط والسلامة من الأذى، تنشئ لحمة اجتماعية تترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، تجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع. لا مساس بشيء من هذا إلا وفق ما تحدده القوانين والنظم السارية. الولاء الديني الذي ينشأ بين جماعة المؤمنين وما يقتضيه من محبة دينية لأهل الدين وإعانتهم عند النوائب لا يتنافى مع الانتماء الوطني وما تنشئه المخالطة الوطنية والصلاة الاجتماعية من مودة ومحبة جبلية. لا يتنافى مع ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين الناس من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم وإن كان من المسلمين. اللحمة الدينية ليست سورا معلقا إقصائيا مانعا من كل علاقة دنيوية بالناس لا تكر على أصل الإيمان بالنقد، بل مخالطة الآخرين والتعامل معهم اجتماعيا بالكلمة الطيبة والعمل النافع في إطار جلب المصالح ودرء المفاسد. الإطار الذي يحكم علاقتنا بالمجتمعات المحيطة بنا ميثاق الأمان، عهد أمان تنشئه تمثله بطاقات الهوية، وثائق الإقامة الرسمية، جوازات السفر، تأشيرات الدخول، وهي عهد على البر والقسط والسلامة من الأذى، والتزام من عقد عليه الأمان وتضمنت هذه الوثائق من شروط والتزامات. أول مقتضيات هذا الإقرار بسلطة الدولة، يعني في دولة موجودة، والمحافظة على كيانها القانوني والإقرار بما تلزم به من القوانين الآمرة ما لم تحمل على فعل محرم أو على ترك واجب. والالتزام بالقانون هو المظهر الحضاري الذي يفرق بين المجتمعات المدنية ومجتمع الغاب، والوفاء به ضرورة شرعية ودعوية. عند التعارض بين الضمير والواقع يكون الحوار حول البند الذي وقعت فيه المعارضة ويسعى إلى إزالته بالطرق القانونية. لا يتنافى هذا مع حق الأقليات الدينية أو العرقية في الدفاع عن حقوقها والتعبير عن آرائه ومواقفها أفرادا ومجموعات، ولا مع التأكيد على حقها في إقامة مؤسساتها سياسيا ودينيا وتعليميا واجتماعيا. تعلمون في المجتمع المصري، أنا درست في كلية الشريعة في مادة اسمها الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والله تدرس في كلية الشريعة، أنا درست الأحوال الشخصية للمسلمين وللشخصية لغير المسلمين، لا تدرس في الكنائس برا، في جامعة الأزهر في كلية الشريعة والقانون يدرسون كلية في الأحوال الشخصية للمسلمين والأحوال الشخصية لغير المسلمين، تعرف كيف تنشأ علاقاتهم وكيف تقوم
وكيف تساس وكيف تدبر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يعني ممكن قد تحكم أنت بينهم فلا يكون الحكم إلا بالشر، لكن لك أن تحيلهم إلى محاكمهم، إلى مرجعياتهم الدينية والقضائية، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والتحكيم الذي تدعو إليه الجاليات الإسلامية لحل المنازعات الأسرية والمدنية لا يتعارض مع هذا الالتزام، بل يقويه ويثبت دعائمة. تحكيم في غير القضايا السيادية، احنا ما ينفعش في المسجد هنا وقعت جريمة زنا مثلا، تعالوا بنا نتواضع فيما بيننا نقيم عقوبة الرجم على الزاني المحصن ده، لا مش هينفع، لان العقوبات والقصاص يحتاج الى شوكة دولة، الى منعة سلطان. فمثل هذه القضايا السيادية لا يتسنى القيام بها الا في ظل دولة لها تمكن ولها سلطان ولها شوكة ولها منعة. لكن نبدأ نتكلم في قضايا مالية، في قضايا اخرى لا تحتاج الى شيء من هذا. من مقتضيات المواطنة ايضا المشاركة في تحقيق الصالح العام. نحن نعيش في هذا البلد صح؟ من حقنا نعيش في مجتمع نظيف، اولادنا ينشأوا في مجتمع ما فيش فيه مخدرات مثلا، ما فيش فيه جريمة. الصالح العام لهذا البلد الذي نعيش فيه ينعكس على ناشئتي، ينعكس على جاليتي، ينعكس على ذريتي، وعلى جيل المسلم الحاضر والقادم من رحم الغيب. والبر والنصح مبذول للناس كافة، لا يحرم منه أحد بسبب خلاف في دين أو جنس أو لسان. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. لو طلعت مجموعة هنا في البلد وقالت نحن ندعو إلى مقاومة المخدرات، مقاومة الشذوذ الجنسي، الشذوذ الخلقي، أي مشترك عام تتفق عليه الملل ومختلف ألوان الطيف السياسي أو الطيف الديني حتى بصحيحه وباطله، بس في قدر عام يمكن أن يمثل دعمه دعما لوجودنا، دعما للمناخ الذي ينشأ فيه ناشئتنا وأبناؤنا، فإن دعمه هذا يعني مشروع. الصالح العام مجموعة المصالح، القيم ذات النفع الإنسان العام اللازم لحسن تسيير الحياة الإنسانية بكافة ضروراتها، في النهاية بتصب حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. أيضا من الصالح العام ترشيد المسار الإعلامي وتوجيهه لأداء واجبه الفعال في إشاعة القيم وحراسة الفضيلة وتأصيل ثقافة التعايش، جرائم الكراهية، إثارة البغضاء والأحقاد وإسلامفوبيا ضد فريق معين من الناس. ينبغي أن يتفق أهل المجتمع الذين يعيشون في مجتمع واحد تتعدد ألوانه الدينية والسياسية والعرقية واللغوية على دعمه. منع الاحتقانات الطائفية التي تقع بين أبناء الوطن الواحد، توفير المناخ الصالح للتعايش الاجتماعي الوطني بلا غلو ولا جفاء، التناهي عن الظلم والفساد والزواجية المعايير واستغلال مقدرات الأمم الفقيرة والتداعي لإنهاء الحروب والصراعات والمشكلات الدولية،
مساندة القضايا العادلة المتعلقة بحقوق الإنسان، مكافحة ظاهرة الجريمة، والمشاركة في استنقاذ المجرمين من بين براثنها ومن محارقها، بإعادة تأهيلهم دينيا ونفسيا واجتماعيا. استثمار رصيد الحضارة الإسلامية في معالجة ما تواجهه البشرية عامة والمجتمع الأمريكي خاصة من اختناقات ومن أزمات، مواجهة الأزمات المالية العالمية، السعي المشترك لإعادة النظر في الآليات الاقتصادية التي كانت وراء هذه الانهيارات المروعة، تفعيل آليات الاقتصاد الإسلامي وأدواته في إطفاء هذه الحرائق الكارثية، التناهي عن دعوات التحلل الخلقي والتفسخ الاجتماعي بدعوى الحرية الفردية، التعاون على إشاعة القيم الفاضلة، بدء منظومة عالمية للأخلاق تتصدى لهجمة الانحلال الأخلاقي، تحيي من دثر من روابط الرحم ووشائج القربة، تأكيد على حقوق الوالدين والجيرة والأقربين، إغاثة المحاويج من الفقراء والمرضى والمسنين من جميع البشر على خلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم، تداعي لحماية الأسرة والتعاون لدفع ما يتددها من مخاطر معاصرة وما يراد إلحاقه ببنيتها الأساسية ونظمها المستقرة في الزواج المشروع والتناسل من انهيارات وكوارث، تأكيد على أن النساء شقائق الرجال، جعل الله لهن من الحقوق مثل ما عليهن بالمعروف، كرم المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة وذات رحم وإنسانا، لها الحق في الإنصاف والتكريم الذي كفلته الشرائع السماوية للبشر جميعا، السعي المشترك لعمارة الأرض وفق مشيئة خالقها، التناهي عن مظاهر العدوان على البيئة بكل مكوناتها، مواجهة كل عدوان واقع أو متوقع عليها، الاندماج الإيجابي في المجتمع، التكيف المنضبط مع منظومته الحضارية وأوضاعه في مختلف جوانبها السياسية، من ذلك تعلم اللغة، المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما لا يتعارض مع رعاية الخصوصيات الدينية والثقافية، الإقرار بالتعددية، فالتنوع والاختلاف من سنن الله الكونية في هذا الوجود، والإسلام يتفهم حقيقة التنوع، لا يضيق بواقع التعددية القائم بين البشر، بل يدعو إلى عموم التعاون على البر والتقوى، وينهى عن عموم التعاون على الإثم والعدوان في المجتمع الواحد. المشاركة السياسية بدءا من الإدلاء بالتصويت والانتخابات، التعاطي مع الهيئات السياسية مما يشجع ذلك انفتاح هذه الهيئات على جميع أفراد المجتمع وعلى فئته، المحافظة على الأمن الداخلي للأرض التي تعيش فيها وعلى سلامة أراضيها، والتعاون على امتناك حرمتها أيا كانت هوية الجهة التي تكون مصدرا لهذا الإخلال، فإدان قتل الأبرياء، ترويعهم، إلحاق الأذى بهم، المساس بالممتلكات والمرافق العامة، يعد هذا فسادا في الأرض يدان حيثما كان وأينما وقع. باقة من المبادئ، باقة من إشارات المرور، يعني الولاء والبراء الديني لا يمنع من التعايش الاجتماعي بين الناس إقرارا بالتعددية القائمة بينهم في إطار قاعدة لكم دينكم ولي دين. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنشأ صحيفة المدينة، تعايش من خلالها بها مع غير المسلمين في المدينة. عمر أنشأ في القدس العهدة العمرية وأمن فيها النصارى على صلبانهم، رغم ما يحمله الصليب
من استفزاز صارخ للعقيدة الإسلامية. كل صليب يرتفع يكفر بقوله تعالى وما صلبوه. ومعايا تحمي هذا الصليب في إطار قاعدة إقرارهم وما يدينون. إن هذا مما تكتمل به الرؤية عندما نتحدث عن الولاء والبراء. الإطار الديني له مجاله، والإطار المجتمعي والتعايش بين مختلف ألوان الطيف الديني والسياسي والعرقي له مجتمعه الآخر. الخلط بين الملفين هو الذي يؤدي إلى الفساد في الأرض. أختم بالقصة. عندما سأل أحد الناس هل يمكن للمسلمين أن يتعايشوا في الإطار الديني مع النصارى كما تعايشوا مع الإطار السياسي والمجتمعي، يعني ممكن نعمل حاجة دينية جميلة مشتركة كده، مادة دينية نقدمها في المدارس يدرسوها طلابنا جميعا مسلمين وغير مسلمين، بدل ما نخلي حصة للدين الإسلامي وحصة للدين النصراني مثلا، حاجة كده مادة مشتركة تجمع أطراف من هذا ومن ذلك. هل ده ممكن؟ إحنا نجحنا مجتمعيا، نجحنا سياسيا، هل ممكن ننجح دينيا ونعمل حاجة مشتركة دينية؟ فرد عليه رد جميل قوي، قال لا يمكن أن يقع هذا في الإطار الديني إلا أن تتنازل إحدى الديانتين عن ثوابتها للأخرى. فإما إيمان بلاهوت المسيح وتجسده وصلبه وقيامته فيصبح الجميع مسيحيين، وإما إيمان ببشرية المسيح وعبوديته لله ونبوته ورسالته فيصبح الجميع مسلمين. ولا توجد منطقة وسطى ما بين هذا وذلك. إن كان الحديث عن الدين والتدين حديث عن العلاقات الاجتماعية والمجتمعية والصالح العام والتعايش، هذا حدث فيه ولا حرج، الدنيا في هذا واسعة، لكن في إطار لكم دينكم وليدين، ليس في إطار الغش الثقافي والغش الديني والغش الحضاري الذي يخلط بين التوحيد والتثليث، الذي يخلط بين التنزيه والتشبيه، لأنهما لا يجتمعان بحال. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد.